الريس خضر كان بحار كبير، بس مشكلته عناده، وتوغورت كمان عنيد مثله، ولازم نزرع هالشي براس مولانا. أنا سمعت إنه سوكولو عرض عليكي كم اسم، ما هيك؟ صحيح، ومو بس هو، في أكثر من حدا مرشح. أنا كمان عم أعمل بحث يا سلطانة، رح أختار واحد وأقدم لك معلومات عنه. ما في لزوم، لأني قررت واخترت الاسم. سوكولو محمد آغا عاقل وشخص ذكي كتير، وعنده تجربة بالبحرية، وأهم من هذا الشيء كله إنه أثبت إخلاصه لإلنا. سوكولو؟ وليش هو بالذات يا سلطانة؟ الصراحة أنا عم فكر فيه من زمان، بعدين أنت بنفسك قلت إنه ما بيصير ينحط واحد أو كتير. صحيح، بس يعني سوكولو هو أنسب واحد، وهذا مو رأيي لحالي، مولانا كمان شايفه الشخص المناسب. انت خليك هون يا سنبل، صار في ناس اكثر من العاده بالقصر، ما بتعرف شو بصير. لا تاكلي هم يا مولاتي. تفضلي سلطانة. مبروك عليك هالمنصب، انت شخص محظوظ لانك ترقيت بهالسرعة. هذا بفضل السلطانة وياه، وطبعا فضلك انت يا جناب الباشا. انا بنفسي نصحت مولانا السلطان فيك، واذا بكرة بتنسى هذا الشيء وبتتصرف من راسك رح توقع حالك بورطة كتير كبيرة، ورح تتكسر جناحاتك. كون مطمئن بهالخصوص يا باشا، وحتى السلطانة هيام أنا اللي كفلتك عندها، يعني المفروض ما تنسى هذا الشيء وترجع لي بكل شيء أول بأول. هذا كرم من جنابكم يا باشا. عظيم، وهلأ فيك تنصرف. بس سويت هاي الغرفة، لكل مرة بتأكد من هالشي أكتر من الأول. تجي أوقات حتى رستم ما بينوسق فيه بنوب. خير يا سلطانة؟ سمعتي شي خبر مو منيح؟ لا، حالياً كل شي ممتاز. إيه، نشكر الله. سوكولو صار اليوم باشا وتعين قائد على الأسطول. ألف مبروك علينا يا سلطانة، وأخيراً الريح صارت تهب لمصلحتنا. سلطانتي، في مجال تسمحي لي أطلع من القصر شي ساعة زمان؟ لأنه عندي شغل بالسوق. خير إن شاء الله يا سنبول. معقول تترك شغلك بالحرم لك وتطلع لبرا؟ ليش الشغل بالحرم لك بيخلص يعني؟ حاول ما تلتهي كتير ورجع على بكير، ممكن أحتاجك بأي لحظة وما أمرك. لأك. يا سلطانة، أنا رح روح مثل البرق وإرجع مثل البرق إن شاء الله.